بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيدي ومولاي أبي القاسم المصطفى محمد عبد الله صلوات الله عليه وآله. الإخوة والسادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن أرحب بكم في مستهل الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة الموسومة بآداب النفوس، وما أحوجنا نحن السائرين في طريق التربية لتحصيل التربية والأخلاق والآداب أن نتعرف على آداب النفوس. وقد يذخر القرآن الكريم بالأساليب التي تؤدب الإنسان، إضافة بالطبع إلى السنة النبوية الشريفة التي ترشد الإنسان إلى الهداية الحقة. يسرني بكل محبة أن أستضيف واضع هذه الأبحاث ضيف العزيز سماحة العلامة السيد بلال وهبي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بألف خير وأهلا وسهلا فيكم. ليش سمحت السيد أداب النفوس قبل ما أشرع بالأسئلة المنهجية؟ لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. خيرا يعني أن بدأتم بهذه الجملة. جوابي على ذلك أن هذا الإنسان الذي أريد له أن يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض ليعمرها وليجري إرادته عليها، إنما اختير هذا الإنسان لقدرته على أن يتمثل صفات الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات العليا التي تتحول إلى مثل أعلى للإنسان في سيره التكاملي. والقرآن الكريم أشار في كثير من الآيات القرآنية الكريمة إلى أن الواقع الإنساني، الواقع المادي الإنساني، حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، كلها تحكي ما عليه الإنسان في واقعه النفسي. فإن كانت هذه النفس طيبة مهذبة، كان واقعه الخارجي مطمئنا هادئا وادعا، وإن كانت هذه النفس لا تشرئب وتتجه نحو الفساد ونحو الرذيلة وغير ذلك، كان هذا الواقع يماثلها. ولهذا اعتبر القرآن الكريم أن صناعة الواقع في الخارج، الواقع الإنساني، ناتجة أو هي مترتبة على صناعة واقعه النفسي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سمحت السيد، أردت أن يكون المبحث الأول عن الإيمان والكفر. خليني انزل انا على الارض حتى شخص شغله ولسمحتك الجواب. هناك تفاسير عديده للناس، وان كان المناطق بيقولوا ان الناس دائما على صواب، اهل المنطق. بعض الناس بيقولوا الايمان القلب الطيب، بعض الناس بتقول الايمان بالقلب، بعض الناس بتقول هذا ما في مثله، يعني انه ادمي، وادمي يعني متى مؤمن. لكن في الفكر أو في الفلسفة أو في هناك ضابطة تحدد لنا حقيقة هذا المفهوم، ما هو بداية الإيمان؟ طبعا لابد أن نرجع بداية، ونحن نحسب أننا نتحدث الآن في الأخلاق القرآنية الكريمة، لابد وأن نرجع أولا إلى اللغة. ما معنى كلمة الإيمان في اللغة؟ ثم ماذا تعني كلمة الإيمان في الاصطلاح، أي ماذا يقصد بها المتكلمون وعلماء العقائد، ونرجع للناس ثم نذهب إلى على ضوء ذلك يتبين لنا صح. إن كان ما يقوله الناس حق أم صح. أم غير صحيح. أولا في عند الرجوع إلى أهل اللغة، أرجع مثلا إلى الخليل الفراهيدي الذي قال: الأمن ضد الخوف، والفعل منه أمن يأمن أمنا، والإيمان التصديق نفسه. فاعتبر بأن الإيمان هو التصديق نفسه بشيء من الأشياء. وعلى هذا
درج المتكلمون حيث اعتبروا بأن الإيمان هو بمعنى التصديق. من ذلك مثلا العلامة السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه علم الهدى يقول إن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي ولا اعتبار بما يجري على اللسان، فيجب أن يكون هناك إيمان قلبي. الآن وقع كلام أن هذا الإيمان ينبغي أن يصدق باللسان أو لا يصدق باللسان. الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة كلها تشترط إظهار هذا الإيمان بالعمل، ولذلك قيل بأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وبعضهم وروايات أخرى قالت الإيمان هو ما وقر في القلب وجرى على اللسان. فاشترط أن يعلن هذا الإيمان إعلانا قوليا، واعتبر أن من شرائط كمال هذا الإيمان ومن مراتبه أن يجري في عمل الإنسان. جميل. يعني أن تصطبغ حياة الإنسان بهذه العقيدة التي آمن بها وتبناها. نعم. ولهذا مثلا، وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، فمن آمن بشيء لابد وأن تنسجم خطواته وأفعاله وحركته في مع الحياة روحية مع روحية هذا وحقيقة هذا المؤمن الإيمان به. وبالتالي عندما يقال بأن الإيمان هو فعل قلبي إن أريد به أنه انعقاد، يعني انعقاد القلب على هذا الأمر، فهو صحيح، لكن هذا لا يكفي، وإنما يجب أن يعلن هذا الإيمان وأن يبرز وأن يبين في حركة هذا الإنسان وفي أفعاله وفي علاقاته، وإلا اعتبر هذا الإنسان متناقضا بين ما يؤمن به القلب وما يؤمن به وما تجري يجري على جوارح هذا الإنسان. سمحت سيد بلال وهبي، بعض الناس تظن أنه لا يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مؤمن. شوف، لا، هو هذا القرآن الكريم يعتبر ذلك أنه إسلاما وليس إيمانا. طبعا حتى الإسلام له درجات والإيمان له درجات كما سيتبين معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، غير أن هؤلاء الذين خاطبهم القرآن الكريم من الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام كما هو واضح من الروايات الشريفة يتحقق بإظهار الشهادتين، سواء عقد القلب على الإيمان بمؤدى هاتين الشهادتين أم لم يعقد عليها. فمن أتى الآن التقينا بإنسان من الناس وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ماله وعرضه ودمه، فلهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. أما أن هذا يكون كاشفا عن أن الإيمان قد دخل قلبه، لا، غير معلوم. ونحن نعرف بأن المنافقين مثلا الذين كانوا كثرا في سابقا وحاضرا الآن في زماننا هذا المنافقون كثيرون للأسف، فهؤلاء المنافقون كانوا يعلنون الإسلام، يظهرون الإسلام، كانوا أيضا أحيانا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هؤلاء وصفهم القرآن الكريم بأنهم مرضوا على النفاق. فالإيمان شيء والإسلام شيء آخر. نعم، هذا الإيمان حاج أنور، هذا الإيمان كما قلنا له مراتب. هناك إيمان نظري وهناك إيمان عملي فعلي، ولهذا القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. جميل. فقد يكون الإنسان في حقيقة الأمر مؤمنا بالله تبارك وتعالى، في قلبه هو مؤمن بالله، مؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يطيع الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذه الجملة نحن حتى نرفع شبهة عند البعض، هو يؤمن بالله كما تفضلت سمحت السيد، يؤمن بالنبي، يؤمن بالأئمة، لكن في لحظة ما شرب خمرا، هو خرج من دائرة الإيمان بهذا الفعل لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام. بالتأكيد. جميل. هنا طبعا هنا يوجد بحث هنا بين علماء الكلام في أن مرتكب الكبيرة
هل يخرج من الإيمان إلى الفسق ويبقى على إسلامه، أم أنه لا يخرج من الإسلام أساسا وبالتالي يرمى بالكفر، يعد أنه كافر و لا يعود مؤمنا؟ أحسن. المرجئة والخوارج وغير ذلك، هؤلاء ممن آمنوا، وهذه يعني طوائف موجودة الآن في زماننا هذا، ممن آمنوا بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، وبالتالي ذهبوا إلى استحلال دمه وماله وسبي نسائه وغير ذلك. أما نحن فإننا تبعا للأدلة الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، لا نرى بأن ارتكاب ذنب من الذنوب إذا كان هذا الذنب كبيرا لا نراه مخرجا للإنسان من حد الإسلام إلى حد الكفر، وإنما نراه مخرجا له من حد الإيمان إلى حد الفسق. بمعنى ثاني، لو أراد أن يتزوج هو مازال مسلم، يتزوج بالزواج ولو مات يدفن في مقابر المسلمين. نعم، هنا نعم المواريث له أحكام، له جميع أحكام المسلمين. البعض بيشتبه بمكان، لا لا لا، له أحكام المسلمين جميعا. نعم، هنا يعني أود أن ألفت إلى أمر أنه ورد في الروايات مثلا من زوج ابنته من شارب خمر فقد قطع رحمها. هون بيصير يعني موضوع اختيار صفات هذا الزوج الأخلاقية والإيمانية، هل يكون يعني كفؤا لهذه الزوجة، لأن العلماء اشترطوا الكفاءة بين الزوجين، وعندما نسألهم عن الكفاءة يقولون بالكفاءة هي الكفاءة في الإيمان، في التدين، في الالتزام، وواضح أنه لا استقرار عائلي إلا إذا كان هناك انسجام فكري وانسجام في الإيماني بين الزوج وبين الزوجة. صح سيد، ممنون بعض الأحاديث أنه من قال لا إله إلا الله لا تضر معها خطيئة أو سيئة، هذه كمان بتخلق شبهات. صحيح، من قال لا إله إلا الله لا تضره معه معصية أو سيئة. هذه طبعا نحتاج إلى أن نؤولها، مجرد الشهادتين يعني التلفظ بالشهادتين، ومن ثم أن يرتكب الإنسان، أن يعصي الإنسان الله سبحانه وتعالى، لا، هذا يعني إظهار الإيمان أو الاعتقاد بالشهادتين فقط هذا لا يبرر للإنسان أبدا أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ربما إذا صحت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فربما يراد بها تلك الشهادة الواعية والشهادة الكاملة الأركان، لأن من شهد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، فوحده في الربوبية والألوهية والرازقية والخالقية وفي التدبير وفي التقنين وغير ذلك بعين صفاته، ثم انسجمت كل أعماله مع هذه الشهادة، نعم، حينئذ إن صدرت معصية على نحو التسرع أو التعجل أو غلبت الشقوى على الإنسان ثم عاد هذا الإنسان تائبا إلى الله سبحانه وتعالى فلا مشكل. لاحظ القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإذا ما دون الشرك هو مغفور، لكن متى يغفر هذا؟ هل يغفر دون توبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن مغفرة الذنوب أو غفران الذنوب من قبل الله سبحانه وتعالى مشترط بالتوبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا الحصرية، بمعنى أحسن، واستغفروا الله سبحانه وتعالى وطلبوا منه الصفح والستر. فإذا هذه مشروطة بتلك. إحدى المشكلات الكبرى التي يعني التي يقع فيها الناس أنهم عندما يريدون أن يحكموا على الدين يحكموا عليه من خلال رواية واحدة أو آية واحدة، تتكفل هذه الآية أو الرواية
بتبيين جانب من الجوانب ولا تنظر إلى زوايا الموضوع بأكمله. من هنا عندما يريد الإنسان أن يتحدث عن المعصية وعن الطاعة يجب أن يستوعب جميع ما ورد في القرآن الكريم من آيات، بمعنى أن يفسرها تفسيرا موضوعيا فيخلص إلى النتيجة التي تقول إن التوبة هي التي هي السبب في مغفرة الذنوب، وهكذا إصلاح ما خربه هذا الإنسان أو إعادة بناء ما دمره هذا الإنسان. وبالتالي إن قول الرواية التي أشرتم إليها أن الشهادة إذا كانت شهادة مكتملة يعني كل أركانها محصلة، نعم هذه الشهادة إذا حصل خطأ من الإنسان يغفر له شرط أن يتوب إلى الله في قيود له. سمعت السيد، نحن عندنا بعض الصور أشرف من بعض الصور في القرآن الكريم، النبي أشرف الأنبياء، عندنا أهل الكساء أفضل الأئمة، وهكذا دواليك في شرفات على شرفات. إيمان النبي صلى الله عليه وعلي والفاطمة والزهرة والحسن والحسين وأمتنا غير إيماننا نحن البشري. هناك مستويات، هل هناك مستويات أيضا في الإيمان؟ هذا بالتأكيد تأكيد هذا. وأود أن أقول هنا أيضا هذا الأمر بحث في يعني عند المدارس الكلامية المختلفة. فمن المدارس من ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، منطلقين في ذلك من أنه إذا كان الإيمان هو التصديق بمعزل عن العمل الناتج عن هذا الإيمان، فقالوا إن التصديق لا يزيد ولا ينقص. ونحن طبعا جوابنا عليهم أنه حتى التصديق يزيد أو ينقص، فقد يصدق الإنسان بشيء ثم يزداد إيمانه به ثم يصل إلى مرحلة اليقين وعين اليقين وحق اليقين حتى لا يمكن أن يعتريه شك أبدا ولا ريب أبدا في هذا الأمر. وقد ينخفض مستوى هذا التصديق في الإنسان فينتقل، وهذا أمر مشهود في يعني شواهد قرآنية كثيرة. لا شواهد، يعني فضلا عن الشواهد القرآنية، شواهد حياتية واقعية. كم من إنسان وجدناه تعملق في إيمانه، وكم من إنسان وجدناه مؤمنا ثم رأيناه في نهاية المطاف منحرفا. هذا الانحراف بدأ مع هذا الإنسان نتيجة تشكيك في هذه الفكرة أو تلك. هذا إذا كان المراد به يعني انطلقوا من أن الإيمان هو التصديق. أما إذا كان العمل فأيضا الإيمان يزيد، لأن كل جارحة من جوارح الإنسان كما ورد في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام مطلوب منها عمل، هذا العمل يقوم على قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالعين مثلا المطلوب منها الطاعة، والسمع مطلوب منه الطاعة، واللسان مطلوب منه الطاعة. فقد يطيع الإنسان بعينه ولسانه ولا يطيع مثلا بأذنيه كأن يستمع إلى كذا. وبالتالي القرآن الكريم دل على أن الإيمان يزداد ومراتب. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من المؤمنين مثلا من هو مؤمن بالله تعالى لكن ليس عنده فضيلة مثلا أو مقام التوكل، أو منهم من يتوكل لكن ليس عنده مقام التفويض لله تعالى. أصحاب علي أصحاب النبي تفاضلوا ببعض أحسنت. حتى الأنبياء فضلهم الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. وبالتالي نحن نحسب بأن هناك مراتب عليا للإيمان تمثلها وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وهناك مراتب أدنى إلى أن تصل إلى مراتبنا نحن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الارتقاء في هذه المراتب إن شاء الله. سمعت السيد، معي ثلاث دقائق قبل ما روح على الفاصل. ما هو الإيمان المستقر وما هو المستودع؟ هذه نتاج آية في القرآن. صحيح، هذا يعني هذا أيضا لب يكشف هذا يؤيد ما كنا نتحدث عنه
عن زيادة الإيمان وقلة الإيمان. القرآن الكريم يصف الإيمان بهذه الصفة، يقول أن من الإيمان ما هو مستودع ومنه ما هو مستقر. الإيمان المستقر هو ذلك الإيمان اليقيني الثابت الذي لا يتزلزل ولا يؤخذ منه أبدا، تماما كما وصف الإمام الصادق عليه السلام المؤمن بأنه قال: المؤمن أعز من الجبل، الجبل يستقل منه والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. في مقابل الإيمان المتزلزل، الإيمان الذي سماه القرآن الكريم بأنه مستودع، هو عبارة عن وديعة، كأنما أنت تضع وديعة عند هذا الإنسان ثم تأخذ هذه الوديعة منه. وهذا هو واقع الحال في المؤمنين، منهم من نرى إيمانهم إيمانا ثابتا فيتعملق هذا الإيمان، ومنهم من نرى إيمانهم مستودعا، هو إيمان آني، هو شبيه بالأمانة موضوع عند هذا الإنسان، سنة سنتين نراه يعني ينشط في الصلاة وفي الدعاء وفي الأعمال العبادية ويذهب إلى الحج، ثم بعد سنة أو سنتين تسأل عن هذا الإنسان يفتقده المسجد والدعاء والصلاة، ومن ثم ربما تجده في أماكن تتناقض تماما مع بيت الله تبارك وتعالى. محطم ثمن عضي لما تبعتها. عفوا يعني فقط أختم هنا، من المهم جدا أن يختبر الإنسان إيمانه على الدوام. جميل، سمحت سيد محطم ثمن عضي لما تبعت هذه الحلقة الأولى من سلسلة آداب النفوذ ضيف العزيز سماحة العلامة السيد بلال وهبي. نعود بعد قليل، السلام عليكم. عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى 10، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. السلام عليكم، نعود إلى متابعة هذه الحلقة الأولى من آداب النفوس، نتحدث عن الإيمان والكفر. ضيف العزيز الباحث والكاتب الإسلامي سماحة العلامة السيد بلال الوهبي، أهلا بكم مولانا. أهلا. أنا بدي فوت على الكفر، ولكن من المفيد بمكان أن أسأل: كيف يثبت المؤمن إيمانه في قلبه لا يتزعزع ولا حتى يكون كالطود، والطود يستفل أو يستقل منه، ولكن المؤمن لا يستقل أو يستفل منه؟ طبعا هذا السؤال أنا أراه أنه غاية في الأهمية. نعم. ومرتبته في الأهمية توازي كل الأسئلة التي تقدمت، لأنني أحسب أننا نخاطب الآن نحن مؤمنين. نعم. نخاطب مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لأنه في تصور لا يوجد كافر بالله تبارك وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن السؤال هنا يعني كيف نثبت هذا الإيمان، كيف نعزز هذا الإيمان، كيف نقويه، وهذا سؤال مطروح. نعم. على ألسنة المتدينين قبل غير المتدينين. نعم. لأن المتدين الذي يعني الذي تذوق حلاوة الإيمان هو يريد أن يتعمق في إيمانه أكثر وأن يزداد فيه أكثر. لا شك بأن أهم يعني خطوة ينبغي أن يخطوها لتثبيت إيمانه وتعميقه وزيادته ومعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. أنا أعتقد بأن معرفة الله سبحانه وتعالى هي السبب الرئيس لزيادة الإيمان ولضعف الإيمان، وكل ما ينشأ
من إشكالات عند البشر تطرح على الدين منشأها جهلهم بالله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أول الدين معرفته. أحسب أنا أن جميع البشر يؤمنون بالله وإن اختلفت تسمياتهم ومصطلحاتهم عن الله سبحانه وتعالى، لكنهم أحيانا يأخذون موقفا من الله سبحانه وتعالى نتيجة عدم فهمهم للدين لهذا الفعل أو لذاك الفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فترى إنسانا مثلا مبتلا بالفقر وهو يعتبر إن هو في باطنه في معتقده عقله يقول له أن الله يجب أن يكون كاملا، وأن من كماله أن يكون عادلا، وأن من عدل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني كما يعطي الآخرين. فهو عندما لا يفهم لماذا هو افتقر وغيره اغتنى، أو لا يفهم أحيانا أن الغنى عند ذلك الإنسان هو ابتلاء، وأن الفقر عند هذا الإنسان ابتلاء، وقد ينجح هو بفقره ويفشل ذاك بغنى، هنا تجد أنه ينكر حينئذ، يعني يضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة الأولى هي معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله تقتضي أن يتعرف الإنسان على صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم، وأن يدرس يعني أيضا أفعال الله في الكون، أفعال الله التكوينية، وأن يتعرف على أيضا شريعة الله سبحانه وتعالى، هذه الشريعة الإلهية التي جاء بها الأنبياء وختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشريعة ما هي القواعد التي قامت عليها، وعلى أي أساس يعني حللت وحرمت؟ عندما يفهم الإنسان أيضا أحكام الله وأن هذه الأحكام راعت مدى قدرة الإنسان على فهمها وتعقلها والقيام بها وأدائها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنا الإنسان يتعمق إيمانه بلا إشكال. ثانيا، أن يكون عند هذا الإنسان روح يعني التدبر والتفكر. حقا حاج أنور، في كل شيء آية تدل على الله سبحانه وتعالى، في كل شيء طبعا. يعني ونحن نسير في الطريق ونحن نجلس على الشرفة ونحن نصعد إلى الطبيعة، لا نجد شيئا إلا وهو يحكي لنا إتقان صنع الله سبحانه وتعالى وكمال خلق الله وحسن هذا الخلق، فكله آيات تدل على الله سبحانه. أن ينعم الإنسان في التفكير. الأمر الثالث وهو أمر مهم: لا يحب الإنسان شيئا من الأشياء إلا إذا أوجد رابطة بينه وبين هذا الشيء، نعم، وبذل في هذا الشيء. لاحظ، نحن في علاقتنا مع أبنائنا كلما كبر الولد كلما ازدادت محبته في قلوبنا، صحيح؟ لماذا؟ لأنه كلما كبر نكون قد بذلنا له الكثير، العلاقة بيننا وبينه كانت أمتن أطول، وبالتالي نفتقده. ليس سهلا على الإنسان أن يفتقد ولدا وهو في عمر 20 سنة، ليس سهلا عليه، لأنه 20 سنة يخدمه، 20 سنة يربيه يؤدبه، 20 سنة يبني معه هذه العلاقة. بينما كثير من الناس تسألهم فيقال لك: والله ولد لي ولد وتوفي ابن سنة. يمر على القصة مرور الكرام، كأنما شيء لم يحدث، لا تجد يعني تلك العاطفة الجيدة، لأنه ما عاش معه. كذلك مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن ترى جماله وجلاله إلا إذا أقمت علاقة بالله تبارك وتعالى. لذلك من أحب من المشاهدين أن يمتن علاقته بالله سبحانه وتعالى فضلا عما قلت، فليكن له أوراده وأذكاره وعباداته الخاصة التي يحرص على تأديتها، وأوقاتا معينة تكون هذه الأوقات وقفا على العلاقة بالله سبحانه وتعالى. جميل. سمحت السيد،
أمير المؤمنين علي يقول فاقد الدين متردد في الكفر والضلال. شو يعني فاقد الدين؟ فاقد الدين خرج من الإيمان بالتأكيد، قد يكون مسلم يعني هذا إنسان لا متردد في الكفر والضلال. الآن بنرجع المرتبة الثانية، قد يكون فاقد الدين هنا طبعا ربما يراد به لأن الدين تارة يكون عبارة عن العقيدة التي يعتقد بها الإنسان ويبني حياته وفق هذه العقيدة، كل يعمل على شاكلته، وطارة يراد بالدين هنا الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. لأن من الكفر، من درجات الكفر أن يعصي الإنسان الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى. أمره الله سبحانه وتعالى مثلا بالصلاة فلا يصلي، أمره بالحج فلا يحج. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تطبيقه لأنواع الكفر في القرآن الكريم أو كشفه عن أنواع الكفر في القرآن الكريم يقول ومنها كفر الترك لما أمر الله سبحانه وتعالى، ويستشهد بقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. يقول كفر هنا بمعنى كفر هذا الأمر المتوجه إليه من الله سبحانه وتعالى. هو لم يكفر الله، لكن أراد، هو قال أنا لا أريد أن أحج أو لا أؤمن بهذا الحج، فهذا نوع من الكفر. طبعا إذا أنكر الحج كافر، كافر بالمعنى العقيدي، بالمعنى العقيدي. فإذا قد يراد بحديث الإمام سلام الله تعالى عليه هنا أن من لا يلتزم بالأحكام الدينية فهو متردد بين الكفر والضلال، يعني بمعنى أن هذا الإنسان هو في ساحة، إن ذهب يمينا فهو ضال، وإن ذهب يسارا فهو كافر وضال. إن الذي هناك أمر غاية في الأهمية، إن الذي كما قلنا يرسخ شجرة الإيمان في فؤاد الإنسان هو الالتزام العملي. الالتزام العملي بالدين، إقرار القول بالعمل. أحسن جاي. الالتزام العملي بالدين، كلما التزم الإنسان دينيا كلما تعمق الدين في داخله. فإذا كان هذا الإنسان لا تارك لهذا الدين، يعني تارك لهذا الالتزام، فهو إما ضال تائه حائر لا يدعو على شيء أو كافر بالله. سمعت سيد القرآن الكريم يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هو أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي ومن خلف النبي، من يقتدي بالنبي، أن يترك طلاب الدنيا، أولئك الذين قد يذهبون في طريق الضلال والكفر والشرك وإلى آخره بهذا الإطار. أولا يجب أن نفهم ما هي الدنيا. الدنيا تارة يراد بها ما يقابل الآخرة، يعني هذه المرحلة الزمنية. تارة يراد هذه المرحلة الزمنية في مقابل النشأة الآخرة. تارة يراد بالدنيا العمر الذي يعطى للإنسان، وطارة يراد بالدنيا ما يصرف الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وعن الآخرة. الآية القرآنية الكريمة هنا تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أن هؤلاء الذين، طبعا هناك معنى آخر، أن الدنيا هي عبارة عن هذه الصوارف، عن هذه الزينة، عن هذا المتاع كما يسميه القرآن الكريم الذي يلهي الإنسان قليلا، ومن ثم أو يلهو به الإنسان قليلا ثم يجد نفسه أن الموت قد أتاه لينقله إلى النشأة الآخرة خالي الوفاض. هؤلاء عادة الذين تعجبهم زهرة الحياة الدنيا ورونقها وجمالها، فيقفون أنفسهم ويجعلون أنفسهم وقفا عليها، هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أبدا. لذلك قد تكون الآية المراد فيها والله العالم أن يا رسول الله ذر هؤلاء، يعني هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جميل. سمعت السيد أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه يقول لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا. عظيمة هذه المقولة، وكل ما قاله علي فهو علي.
لأنه علي صلوات الله عليه. علي وعلي في المعاني. لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا. الارتياب طبعا غير الشك. ايه طبعا. الريبة هي الشك الذي يأتي أو يتأتى من خوف ما أو يثير خوفا في النفس. والشك هو لأن هو التشكيك العادي في قضية من القضايا. يعتبر الإمام سلام الله تعالى عليه أن أهم أن النافذة التي ينفذ منها الكفر والفسق والفجور وأي شيء إلى قلب الإنسان هو الارتياب والتشكيك. ومن هنا نجد أن الكفار على مر التاريخ ما كانوا يأتون إلى الإنسان المؤمن ليصدوه عن سبيل الله أو ليحرفوه عن الإيمان دفعة واحدة، ما وإنما يبثون إليه نوعا من الشبهات التي تثير الريبة. وهذه وسائل المخابرات العالمية تستعملها بالتأكيد شوي شوي بالتشكيك بالتأكيد. ولذلك القرآن الكريم وصف اتباع الشيطان، والشيطان هو كل طاغ متمرد طبعا. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. جميل. لأن الشيطان يبدأ معك خطوة 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 خطوة، يثير شبهة بين يديك ويمضي ويتركك أنت تعالج هذه الشبهة. ومن ثم هذه الشبهة إما، ولذلك أنا دائما أقول للشباب المتدين، أقول لهم عندما تستمعون أو تلقى عليكم شبهة من الشبهات حذاري أن تدعوها بلا جواب. جميل. سارعوا مباشرة إلى البحث عن جواب أو عن حل لهذه الشبهة. استفهم. وإلا أثرت هذه الشبهة في قلب الإنسان ونمت رويدا رويدا، ثم استدعت شبهات أخرى إلى أن توصل الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. جميل. جميل تعبير القرآن. جميل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب سمعت السيد، صار لزاما علينا أن نعرف إذا أراد الله سبحانه وتعالى ألا نتبع خطوات الشيطان، إذن يجب علينا أن نعرف خطوات ومسالك وسبل الإيمان، لأن في المقلب الأول يوجد عصيان يقابل العصيان في الطاعة والتسليم والعمل والتسليم لله سبحانه وتعالى. من آمن على كل، من آمن بالله سبحانه وتعالى ربا، أو دعني أقول من آمن به خالقا وإلها وربا ومعبودا ومدبرا ورازقا ومحيا ومميتا رازق، وآمن بأن ربه متصف بكل صفات الكمال، وهو منزه عن كل الصفات السلبية التي لا تليق بالإنسان، فكيف بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم آمن بالمعاد، أنه من الله وأنه عائد إلى الله، إن لله وإن إليه راجعون. وآمن بالنبوات كلها، لا سيما نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يؤمن بنبوة النبي يعني أن يؤمن بالقرآن الذي هو معجزته، ومن يؤمن بالقرآن يعني أن يؤمن به كله لا بعضه، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى في ذلك. من فعل هذا نعم تعزز إيمانه، وهذا هو هذه هو سبيل الإيمان. نعم. إن عندما نسأل الله سبحانه وتعالى عن صراطه ما هو، يقول لنا صراطي هو هذا، وأن صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو صراط الله سبحانه وتعالى؟ هو هذا الدين، الدين الذي له عقيدة وشريعة ومنظومة أخلاقية تنبثق هذه المنظومة الأخلاقية والمنظومة الشرعية القانونية من هذه العقيدة التي يتبناها الإنسان. هذا هو صراط الله، عقيدة سليمة، عمل منسجم مع هذه العقيدة، وأخلاق قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن اكتملت عنده هذه الثلاث يكون قد حقق أعلى مرتبة من مراتب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حكمكم رحنا احنا
عقيدة صحيحة مثل ما تفضلتوا، يعني باللازم المنطقي طاعة وتسليم. أكيد عقيدة مزعزعة أكيد قد يكون فيها عصيان. بالتأكيد. جميل. لذلك القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم. سمح سيد، احنا أدركنا الوقت. أشكر لك هذا اللقاء الطيب. كانت هذه الحلقة الأولى من سلسلة أداب النفوس. الحلقة الجاية إن شاء الله عن الشكر وكفران النعمة كما برمجتوه للأبحاث. شكرا لكم سمحت سيد. أعزائي المشاهدين، كانت هذه الحلقة الأولى من سلسلة أداب النفوس. تحدثنا عن الإيمان والكفر. تفضل بالإجابة على أسئلة مشكورا ومأجورا ضيف العزيز الباحث والكاتب الإسلامي سمحت العلامة السيد بلال وهبي سمحته فريق العمل، وأنا كلنا نشكر حسن متابعتكم. بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.